السيار على الجروب انه اليوم اكيوتين الكونديشن راح نناقش. اوكي وين في حد منكم يفتح الكاميرا خلينا نشوف. يا شباب لا في سؤال. عدنان عدم نعم دكتور مقبول في حد منكم بيقدر يفتح كاميرا؟ صراحة مش صراحة افتح. طيب خلاص خلينا نبلش معناته اليوم حنبلش عن الـ acute anal condition. لما نسمع كلمة acute anal condition هذا يعني انه في اشي some complaining بالarea of the anus. اول اشي خلينا نحكي عن شوية anatomy بالنسبة للanal canal حتى نفهم الموضوع اللي بدنا نناقشه اليوم. الانال كانال زي ما بتعرفوا او سيرجيكال كانال بنقسم لك الى قسمين اناتوميكال كانال اند سيرجيكال كانال. The length of the anal canal about 4 cm and it is end part of the lower part of the rectum او lower third of the rectum. عادة الانال كانال اللي بقسمه لقسمين اللي هو anatomical and surgical هو عبارة عن dentate line. dentate line عبارة عن transitional zone between the proximal and distal anal canal. لما نقول transitional zone that means انه during inflation so distension of tissue the cell it can change it is shape راح يتغير شكلها. طبعا اللي بيحدد ال transitional zone هو presence of dentate line. dentate line عبارة عن column multiple column and crypts between the column يعني في أجزاء عمودية وبيناتها في أجزاء منخفضة. طبعا inside of the crypts عادة it will open اللي هن الانال glands اللي هن بيكون موجودات between the anal sphincters اللي هو الانترنال and external anal sphincters. الشغل الثاني اللي بدنا نعرفها انه any problem related to the anal gland it will present with an acute anal condition وراح نحكيها بعد شوي. الشغلة الثانية بالاناتومي انه submucosal area above the dentate line في عندنا اللي هن plexus venous plexus في عندنا internal venous plexus وعادة هذولا بيكونوا موجودين above the dentate line وفي عندنا external venous plexus بيكون below the dentate line وهذول كمان من الاشياء اللي ممكن تأثر على وتعملنا acute anal condition. الشغلة الثالثة إنه الـ anal canal it is comprised within the sphincters اللي هن الـ internal sphincter وهو عبارة عن الـ internal layer of the muscle internal muscle اللي هو circular muscle وفي عندنا الـ external sphincter اللي هو بيجي عبارة عن 3 groups of muscle اللي هم subcutaneous وديب وsuperficial. اوكي اذا معظم المشاكل اللي راح تصير عندنا بالنسبه للacute anal condition
هي related to this anatomy أو النوتس اللي حكيناها عن الأناتومي اللي حكيناهم، وممكن نواجه أي واحدة من هذولا في الكلينيكال بريزنتيشن في العيادة أو في المستشفى. طيب لما نقول anal acute anal condition معناته دائما any acute problem that mean it is a problem recent problem sudden onset that lead to إنه البيشنت يعني ما يتحمل الألم وعلى طول يحضر إلى المستشفى أو إلى العيادة، يعني he need medical help. لو سألنا سؤال شو أكثر إشي ممكن acute anal condition يصير عند الإنسان اللي يعرضه إنه يراجع الطبيب، في حد منكم يقدر يجاوبني؟ شو هن الـ common things اللي ممكن يؤدن إنه يصير عندنا anal acute anal condition يخلي المريض يجي على المستشفى؟ هيمورويد دكتور؟ واحدة منهم هيمورويد، complicated هيمورويد. إشي ثاني؟ فيشر. acute anal fissure. أوكي غيره. مين بيعرف كمان؟ يلا احكوا. bleeding. bleeding lower GI bleeding. أوكي غيره. fistula. بنقول abscess. And it is and complication of abscess اللي هي ممكن تكون fistula. طيب إذا هذولا ال common things اللي هن بيؤدن لل acute anal condition، يعني معظمهم زي ما تفضلتوا إن هذولا الأسباب اللي بيؤدن إنه المريض يجي إلى المستشفى عنده ألم شديد. طيب إحنا راح نناقش هذولا ال problems كل واحد لحالها وشو الكومبليننج وشو المانجمنت تاعتها. اول واحدة راح نحكي عن الهيمورويدز اللي هو او البايلز. الهيمورويد زي ما حكينا قبل شويه انه هو عباره عن في تو بليكسسز فينس بليكسسز، في عندنا الانترنال بليكسس وفي عندنا الاكسترنال بليكسس. وين حكينا الانترنال بليكسس بيكون موجود اناتوميكالي؟ above the dentate. Above the dentate line. وعادة بيكونوا at three sides. يعني لو قلنا إنه the anal verge like an oblique، فبيكونوا على at three, seven, and 11 oblique. إذا هذول البوزيشن لما نحط the patient في lithotomy position يعني نايم على ظهره، فراح يكون at three, seven, and 11 oblique. هذا ال السايت تبع الهيمورويد البليكسسس. طيب الهيمورويد شو عبارة عن شو لو سألنا سؤال؟ من ايش بتكون؟ اذا المين اليمنتس اوف هيمورويد او هيمورويد البليكسس هو عبارة عن فينوس كابيلاريز. اوكي above the venous capillaries في عندنا ميوكوزا، والميوكوزا هاي بتكون below it rich with connective tissue بنسميها as pillow like pillow. اوكي او like cushion بنسميها cushions. اذا هذا عبارة عن الهيمورويد، هاي مكونات الهيمورويد الرئيسية. طيب الهيمورويدز في عندنا multiple degrees يعني منقسمهم لدرجات، وعادة تقسيمهم 4 degrees. الفيرست degree عادة بتكون still above the dentate line، والمريض عادة أو النورمال بيرسون ما بيحس بوجوده إذا موجود أو لا. إذا صار second degree صار في dilatation للفينوس بليكسس وأوديما مايلد أوديما للكشنز اللي مغطيته، فبالحالة هاي it will protrude through the anal verge. ولكن شو اللي بصير؟ بصير إنه بصير عندنا spontaneous reduction للهيمورويد.
التايب 3 أو third degree of hemorrhoids هو عبارة عن protrusion of hemorrhoidal plexus through the anal verge but need manual reduction. إذا ما بصير له spontaneous reduction, it will need manual reduction by patient or doctor. والفورث ديجري عبارة عن it is an a complication of hemorrhoids. يعني شو اللي بصير common complications mostly بصير عندنا شو اللي هو thrombosis أو thrombus formation inside of the hemorrhoidal plexus. والحالة هاي راح يظل persistent protrude or irreducible outside of the anal verge. إذا هذول الفورث ديجري اوف هيمورويد. بالنسبه للاكسترنال هيمورويد البلكسس عاده بيكون كفر وذ سكن, فنادرا انه يعطينا مشاكل ولكن بنشوفه على شكل سكن تاكس. طيب بالنسبه للكومبليكيشن وهذا اهم شيء بالنسبه للهيمورويد, شو اللي الفيرست ديجري عفوا السكند ديجري والفورث ديجري والثيرد ديجري كل واحد منهم له سبيشال كومبليكيشن. الفيرست ديجري عاده بيكون ويذن نورمال ونادرا انه يعمل لنا كومبليكيشن, ولكن السكند ديجري ممكن يعمل لنا مشاكل. ولكن ذا موست كومن complications اللي بيعملها السكند ديجري هيمورويد اللي هو عبارة عن شو حدا بيعرف منكم شو the most common complications السكند ديجري هيمورويد؟ إذا البليدنج عادة بيعطينا أكثر شيء بليدنج وخصوصا after constipation. إذا البيشنت صار عنده constipation ممكن يعمل له irritation للميوكوزا وممكن يصير spontaneous bleeding or after passage of stool or defecation. إذا لو كيف بدنا نعرف إنه هذا ال bleeding due to hemorrhoidal complication؟ كيف بكون ال blood عادة؟ شو الكلر of blood اللي ممكن نلاحظه؟ يكون fresh blood, red يعني fresh red. ممتاز. إذا بكون fresh bright blood. طيب لو سألناك السؤال هذا البلد هذا اللي بنشوفه اللي fresh and bright هل هو venous ولا arterial؟ عادة الهيمورويد البلكسس قلنا عنه venous صح, ولكن ليش الكلر بيكون fresh and bright؟ لأنه بيعمل erosion للvessels اللي جنبه, يعني عبارة عن capillaries ولكن التايب of blood اللي بيجي من الهيمورويد عادة بيكون arterial وليس venous. اوكي اذا لانه عبارة عن capillaries. اذا السؤال اذا جاك السؤال هل هو blood من الهيمورويد venous ولا arterial, بنقول it is an arterial type of blood. اوكي طبعا الكومبليكيشن اوف بليدنج اللي ممكن تعمل للبيشنت, معظم البيشنتس بيجونا بايش؟ اما بيجي بكرونيك انيميا اوكي, لانه بضل عندنا سبونتينيوس او ريبيتد اتاكس اوف مينيمال اماونت اوف بليدنج افتر ديفيكيشن, ولهذا يصير عندنا ريبيتد بليدنج وبيؤدي الى شو البيشنت بيجينا بانيميا. هاي واحدة من المين كلينيكال بريزنتيشن. إذا أنيميا. السكند بريزنتيشن بيجينا بإيش؟ بماسيف بليدنج وممكن يجينا المريض إن ستاتس أوف شوك. إذا ممكن إذا صار عندنا ماسيف لور جي بليدنج ديو تو إنترنال هيمورويدز ممكن يجينا بشوك. إذا هذولا الكومون كومبليكيشن بالنسبه للانترنال سكند انترنال هيمورويدال بلكسس. طيب الثيرد اند فورث كومبليكيشن عاده بالنسبه للهيمورويد بيجينا على شكل ايش اللي هو هيماتوما اور ثرومبوزس, بصير فيه ثرومبس فورميشن.
وهذا due to عادة إيش اللي هو restraining during defecation. إذا البيشنت عنده constipation هذول بصير عنده restraining وبصير like strangulation لل venous plexus وبصير thrombus formation. طبعا ال main complaining لل thrombus formation إنه بكون البيشنت عنده severe pain, tense pain, بكون at the anal verge. وعادة لما نعمل له اللي يعمل لحاله palpation راح يلاحظ إنه presence of hard nodule and very tender at the anal verge, one side of the anal verge. أوكي. طيب نيجي للمانجمنت of hemorrhoids. طبعا according to the complication. عادة الفيرست and second degree of hemorrhoid no need any treatment إلا إذا ظهر عندنا complications. طيب بالنسبة لل second degree hemorrhoid قلنا ال common complication اللي هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن bleeding أكثر شيء. وال third and fourth third degree عادة بصير فيها thrombus formation. طيب إذا صار عندنا bleeding المانجمنت اللي ممكن نعمله للبيشن إنه بعد ما نأخذ history and physical examination ممكن نعمل له endoscopy لو رجع endoscopy ونعمل definitive diagnosis إنه source of bleeding جاينا من ال internal hemorrhoidal plexus. في عندنا multiple variations للtreatment. واحدة منهم إنه ممكن نستعمل banding ligation. إذا banding ligation عبارة عن small bands بتنحط على the base of the hemorrhoid اللي بصير منه bleeding. طيب the banding هاي ممكن نعملها وين؟ inside of the clinic يعني بالعيادة ممكن نعالج المريض. نحطه على seams position. ونعمل له dilatation للأنال كنال ونحط الباندينج على البيز اوف ذا هيمورويد. وبالحالة هاي ممكن نعمل له هيموستيزيس ميكانيكال هيموستيزيس. ولكن هاي الطريقة إلها مشاكلها إنه إذا كانت الباند أجت على صب ميوكوزا على الهيمورويد البليكسس بلو ذا دينتيت لاين فهي عبارة عن إيش بصير عندنا severe pain لأنه زي ما بتعرفوا ال innervation above the dentate line عادة بتكون visceral type وbelow the dentate line بتكون somatic type. إذا كانت very low فبالحالة هاي بتصير عندنا شو very painful. إذا ال pain واحدة من ال complications of banding ligation للهيموريد. الشغلة الثانية إنه ممكن يصير عندنا نيكروزيس للميوكوزا وسلفينج وممكن تعمل لنا إيش ريبليدينج. ونسبة الريكورنس ريت ممكن تكون عالية لأنه إحنا ما بنقدر نعمل ليجيشن للثري سايدز أوف هيمورويدال بليكسس. الطريقة الثانية ممكن نعمل له سكليروثيرابي. إذا ممكن إنجكشن أوف فينول سوبستانس ونعملها سكليروزينج ثيرابي. ممكن كمان في الطرق اللي ممكن نستعملها انه نستعمل انفرا ريد اشعة تحت الحمراء ممكن تعمل انها كمان نفس الطريقة. ولكن ولا في منهن اي طريقة ناجعة 100% تعطينا نتيجة 100%. another complication للثيرد اند فورث قلنا اللي هي الثرومبس فورميشن وهي عادة بتكون زي ما حكينا انها نوديول very painful tender وعادة الديوريشن اذا ما عملنا له اني مانجمنت بيظل حوالي up to 10 days. اذا خلينا spontaneous without a treatment بده up to 10 days حتى انه يصير spontaneous releasing. ولكن المانجمنت بالحالات هاي ممكن اذا in the first 72 hours we can do something for patient
After 3 days, we can leave him with conservative management. طيب. إذا أجانا in the first 3 days, شو ممكن نعمل للمريض؟ ممكن نعمل له under local anesthesia, إنه نعمل evacuation للهيماتوما, or نعمل له hemorrhoidectomy. It is the best treatment for solitary thrombosed hemorrhoid. إذا ممكن نعمل له hemorrhoidectomy أو incision and evacuation of hematoma. طبعاً كمان نعمل له warm sits bath, repeated warm sits bath. Okay. وكمان نعطيهم as painkiller. طيب. أما إذا إنه ما عملنا له إحنا hemorrhoidectomy أو incision and evacuation ممكن نعالجه as conservative اللي هو repeated warm sits bath لأنه زي ما حكينا warm sits bath دائما بيعمل على أساس إنه relieve the pain due to increased irrigation of blood for this area. Okay. A definite treatment for complicated hemorrhoid عادة إما بكون على نعمل لهم hemorrhoidectomy أو قلنا ليزر أو ممكن نعمل له sclerotherapy. إذا في عندنا multiple variation for treatment for hemorrhoidal disease. السكند بروبلم اللي ممكن نناقشها انه من الاكيوت انال كونديشن اللي هي حكينا الاكيوت انال فيشر اور انال فيشر بيرسي. لو سألنا سؤال شو بتفهم من كلمة انال فيشر؟ في حد منكم ممكن يجاوبني شو الانال فيشر؟ تير تير. وين التير بصير؟ باللور هاف. باللور ايش؟ باللور هاف بالنص. لور يعني اذا حطينا المريض باللايثوتومي بوزيشن قصدك انه بكون باللور بارت اوف ذا انس. على اي ساعه لو قلنا ات ويتش اوكلوك؟ تصور المريض الانال فيرج عبارة عن ساعة قدامك، على أي ساعة بيكون الانال اللي هو التير أكثر شيء؟ على الساعة 6. أوكي. إذن بوستيرو ميد لاين at 6 o'clock بيكون. طيب الاتيولوجي اوف انال تير او الكونديشن ذات ليد تو انال فيشر، شو الاسباب اللي بتخلي يصير عند المريض انال فيشر؟ شو الاتيولوجي؟ constipation. اذا the most common cause it is constipation, hard stool. اوكي. طيب شو كمان ممكن؟ هل المريض دائما الفشار بتصير due to constipation؟ The most common cause فهمنا انه الconstipation. ممكن في اشياء اخرى ممكن تعمل لنا هنا الفشار؟ في predisposant factors؟ ممكن Crohn's disease. Crohn's disease، ولكن الفشار زون بتكون atypical sites، ما بتكون على posterior midline at 6 o'clock، بتكون anywhere بالanal verge، وعادة بتكون multiple anal fissures. إذا لاحظنا إنه المريض عنده multiple anal fissures ممكن نفكر إنه عنده inflammatory bowel disease mostly Crohn's disease. طيب في another cause عند الفيميلز اللي هن إيش؟ repeated delivery. Childbirth. Yes. إذا normal delivery ممكن يعمل لنا anal fissure، ولكن the site of fissure بيكون مختلف. هون وين بيكون؟ انتيرو ولا بوستيرو؟ اذا انتيرو بصير على الساعة قديش؟ at 12 o'clock sites. اوكي. اذا في اختلاف شديد بالموضوع. طيب الفشر عبارة عن ايش؟ عن small tear
حوالي the length of tear about 1 centimeter. طيب ممتاز. الفيشرينج وين بتصير؟ just بالميوكوزا أو بالميوكوزا and anoderm. إذا في المنطقة هاي بصير tearing longitudinal بكون vertical length تاعه about 1 centimeter. وكيف بنعرفه؟ إنه بصير exposure للinternal anal sphincter. إذن إذا صار عندنا الانترنال anal sphincter exposed فبالحالة هاي بنقول عنه فيشر. طيب المين complaining of fissuring شو بصير عند البيشنت عادة لو أجانا على العيادة واحد شو منيش ممكن يشكي الكومبلينت تبعه؟ pain. شو الكاركتير of pain اللي بصير؟ المفروض يكون sharp pain. sharp pain like tearing. إشي بي like tearing يعني زي اللي بقطع قطع. أوكي. إذن severe sharp pain like tearing. وين أيمتى بصير أكثر شيء؟ after defecation. إذن after defecation أكثر شيء pain. الشغلة الثانية ممكن the presentation associated with pain شو صير عندنا كمان؟ bleeding اذا بصير عندنا minimal bleeding 1 to 2 drops of blood after finishing of defecation فبصير عندنا fresh blood بصير 1 to 2 drops اوكي اذا هاي المين complaint of acute anal fissure. طيب امتى بنقول acute anal fissure or chronic anal fissure قديش الديوريشن برايكم تكون إذن 2 to 3 months. إذا duration still 2 to 3 months نعتبرها as acute. After 3 months we will consider إنها شو صارت chronic anal fissure. أوكي. طيب. السؤال اللي بدي أسألكوا إياه. ليش ما بصير لها spontaneous healing anal fissure؟ مين بيعرف الميكانيزم؟ هذا امبارح قلت لكم حضروا الموضوع وديت لكم اياه كمان ليش ما بصيرش هيلينج طيب فيش السايكل ميكانيزم عمركم سمعتوا فيه دكتور شو الفيش السايكل انه الواحد بيكون في عنده pain فبصير constipated لما يصير constipated بيعمل spasm للinternal sphincter اوكي طيب لما بصير spasm شو بصير بالحالة هاي بيزيد الpain بيؤدي لشو بالاخير انه شو يعني the most common cause of failure of healing شو يعني هل من نقول spasm ولا constipation ولا pain ولا في another thing دكتور they get afraid from defecation the ischemia okay اذا بصير عندنا due to spasm local ischemia وما دام في عندنا ischemia فما بصير healing دائما regeneration للسيلز need oxygen صح sufficient oxygen ف due to ischemia هذا السبب الرئيسي انه ما بصيرش عندنا هيلينج ولكن اللي حكيتوه الفيشيس سايكل مزبوط 100% ولكن لازم نذكر انه كل يتظن بأدن لشو للبريزنس اوف اسكيميا اوكي طيب نيجي للكرونيك الكرونيك انال فيشر بتتميز عن الاكيوت انال فيشر قلنا الديوريشن مور ذان 3 مانس اقل شيء تكون هيك 2 مانس ل 3 مانس وبعدين presence of skin tag بصير عندنا عند البيشنت باللور edge of tearing بصير عندنا formation of skin tag وهي عبارة عن due to partial regeneration للفشر على أساس تصير partial healing وبتصير عادة بالانوديرم بالسكن طيب لتريتمنت
كيف منعالج البيشنت with acute and chronic anal fissure. الأكيوت مين بيعرف كيف ممكن نعالجها؟ إذا في عندنا two modes of treatment. ممكن نعالجهم as medic conservative وممكن نعالجهم as surgical. الconservative management ممكن إيش شو نستعملهم بالأكيوت؟ بالكرونيك على فكرة ما بفيد إلا بالأكيوت. بالأكيوت stage ممكن نعالجهم conservative with medicines. أما بالنسبة للكرونيك ما بتزبط. شو الدراجز اللي ممكن نستعملها؟ كالسيوم شانل بلوكرز. ممتاز. وهذول شو بيعملوا عادة للاستنكر؟ بيخففوا الاسبازم بيخلوه ديكريز سبازم. وبالحالة هاي البلد سبلاي it will improve فممكن يصير عندنا هيلين. او نستعمل اللي هو لايك نيتروغليسيرين. اوكي نيتروغليسيرين بيعمل فاسو دايليتيشن ولكن له سايد افكت مش كويس اللي هو بيعمل سيفير هيديك ومعظم البيشنت بتلاقيهم بيشكوا من الموضوع هذا. عاده الافكتيفنس اوف تريتمنت كونسرفاتيف تريتمنت بالاكيوت ان الكونديشن بوصل لحوالي 90%. طيب اذا ما تحسن المريض بالحاله هاي طبعا نستعمل مع الميديكيشنز انه نطلب من المريض انه حتى يخفف الاعراض انه يعمل وورم سيتس باث وياخذ بين كيلر وياخذ ستول سوفتنر وكل الامور هذول حتى وهاي فايبر دايت حتى يخفف من الاعراض اللي عنده. اما اذا صار عندنا كرونيك انال فيشر وقلنا زادت عن 3 شهور بالحاله هاي الديفينيت تريتمنت هو عباره عن سيرجري. والسيرجري ممكن نعملها اللي هو بارشل انترنال لاترال سفنكتروتومي. اذا احنا راح نقص جزء من الانترنال سفنكتر حوالي 0.5 سم فبالحاله هاي بصير ريليز وريلاكسيشن للسفنكتر وبتحسن البلد سبلاي بصير له هيلينج. اذا هاي السكند بروبلم بالنسبه للاكيوت انال كونديشن. عادة بالنسبة للكلينيكال اكزامينيشن لاني اكيوت انال كونديشن عادة بنحط البيشنت في اللاترال بوزيشن. واللاترال بوزيشن مع ليفت لاترال بوزيشن بصير اللي هو الطريقة انه الليفت لور لين بيكون فول اكستنشن والرايت اللي هو بيكون ابر بالحالة هاي بنعمل له فليكشن على الابدومن وبنعمل ديسبليسمنت للبوتوكس ونعمل انسبكشن للانال فيرج وممكن نشوف يعني باي انسبكشن. اذا الانال فيشر عادة مشخصة باي انسبكشن. الهيمورويد اذا كان ثيرد اند فورث ديجري او كومبليكيتد بالنسبة للثيرد اند فورث ديجري ممكن نشوفه باي انسبكشن. ولكن اذا كان سكند ديجري وكومبليكيتد هي ويل نيد نعمل له اندسكوبي. اوكي الثيرد بروبلم اللي ممكن نناقشها بالاكيوت انال كونديشن اللي هي ابسس. اذا الابسس فورميشن او بيري انال ابسس برايكو شو اللي بصير شو اللي الكوز اوف بيري انال ابسس شو اللي بصير عندنا كميكانيزم مين بجاوبني؟ انفكشن. Infection of what? Anal glands. إذن anal glands. ممتاز. إحنا بالبداية حكينا إنه في عندنا multiple anal glands وهذولا بكونوا موجودين وين بالنسبة للأناتومي؟ Outside of sphincter ولا intersphincteric ولا وين بكون ولا؟ إذن intersphincteric space بين ال الانترنال اند اكسترنال سفنكتر في عندنا انال جلاندز وهذول بكون اللي نشوف مالتيبل داكتس وبيعمل درينج انسايد اوف ذا انال كانال. السكريشن اللي ممكن تعملها عباره عن ايش؟ ميوكس. صح. اذا ميوكس فور لوبريكيشن اوف ذا انال كانال. اوكي اذا صار بلوكج
أو obstruction للدكتس هذولا، بالحالة هاي البكتيريا الموجودة راح يصير لها multiplication وبالأخير تسوي infection وبآخر إشي بصير عندنا abscess formation. إذن في شغلة لازم نعرفها إنه site of abscess ممكن وين تكون، وال clinical manifestation إذن في variation بالنسبة للأبسس. وين الكومون سايت اوف أبسسز أو كيف نعملهن according to the site؟ إذن ممكن يكون subcutaneous superficial، ممكن يكون intersphincteric، ممكن يكون submucosal، ممكن يكون اللهم صل على سيدنا outside، بكون outside of extra sphincteric. اوكي اذا هذول الكومون سايتس، او بكون هاي بالنسبه للبيرينال فوسا اكثر شيء، يعني هاي ديب بتكون، اذا ديب وسوبرفيشال ممكن يكون. طيب المين كلينيكال بريزنتيشن اوف بيرينال ابسس، شو ممكن يجي المريض يشكينا؟ فيفر، بين، بين، فيفر، اوكي. طبعا فيفر اند تشيلز عادة، لانه موستلي بتكون الحرارة مرات تكون هايبر بايركس، مرينا مع البين تشيلز، اوكي. طيب والكلينيكال فايندينجز اللي ممكن نشوفها عند المريض بالاكزامينيشن شو ممكن تلاقوا؟ يكون في swelling. swelling ممتاز. إذا sign of inflammation كلهم بكون swelling, pain, tenderness، وبكون hotness إذا كان superficial صار. فالعلامات اللي الأبسس اللي بكونوا موجودين عادة. في حالات ما بنقدر إن بالclinical examination نلاقي any positive findings، وخصوصا إذا كان صب ميوكوزل. إذا الصب ميوكوزل بيكون ديب تحت الميوكوزا، وإلا شو ممكن نحسه لما نعمل للبيشنت ريكتال ديجيتال إكزامينيشن، ممكن يكون في تندرنس وفي بلجين. طيب الأبسس إحنا بهمنا شو ممكن يصير بروجريشن during progression of process للأبسس، شو ممكن يصير عندنا؟ إما بصير عندنا spontaneous drainage أو ياتروجينيك درينج، يعني الأبسس إذا إحنا ما عملنا له سيرجيكال درينج انسيجن اند درينج، ممكن after long time ممكن يعمل سبونتينيس درينج. المشكلة إحنا اللي بتهمنا بالنسبة للأبسس إنه as soon as possible إنه نعمل له درينج، لأنه إذا تأخر بالنسبة للكمبليكيشن تاعته اللي هو بيري أنال فيستولا فورميشن ممكن تزيد على 50%. بالحالات العادية 50% of patient with بيري أنال أبسس ممكن يصير عندهم شو بيري أنال فيستولا اللي هو قلنا الناصور، أوكي. إذن هاي واحدة من الكمبليكيشن of بيري أنال أبسس اللي هو persistent drainage اللي هو عبارة عن بيري أنال فيستولا. الشغل الثاني إذا كان البيشنت immunocompromised ممكن يتحول عندنا according to the type of bacteria لشو اللي هو صير عندنا fonier gangrene إذن، أو necrotizing fasciitis الأريا هاي. إذن بدنا نكون حذرين جدا بالنسبة للبيشنت اللي بكونوا immunocompromised، وخصوصا الديابيتس ميلتا زاد بكونوا أوبيز، هذول أكثر ناس عرضة للمشكلة. إذن الأبسس قلنا التريتمنت المود اوف تريتمنت هو عبارة عن انسيجن اند درينج. طبعا نظل نعمل له إيريجيشن ودريسنج حتى نصير كومبليت هيلينج. النقطة الثالثة اللي هي من الكومبليكيشن اوف بيريانال ابسس اللي هي حكينا انه بيريانال فيستولا. طيب الفيستولا شو تعريفها برايكم؟ definition of fistula. مين بيقول لي؟
opening between two epithelial layers. طيب ممتاز. لو جاوبت الجواب هذا مش كافي. لما تقولي opening two opening ولا شو حكيتي؟ هي opening between two epithelial layers. طيب لو طيب السؤال هل النوز نعتبره فيستولا؟ لا. طيب ما هو عبارة عن opening between two epithelial layers صح؟ الماوث مش عبارة عن opening between two epithelial layers. إذن لازم نحط كلمة واحدة اللي هو pathological communication between two epithelial layers. أوكي؟ إذن إذا ما قلنا كلمة pathological بيكون الجواب خطأ. إذن هذا عبارة عن physiological بالنسبة للماوث أو النوز. أوكي؟ إذن pathological في عندنا سبب مرضي هو اللي خلى يصير عندنا فيستولا. اوكي. من ايش بتتكون الفيستولا؟ شو الاليمنتس اوف فيستولا؟ حكينا انه في عندنا تو اوبننج صح؟ اذا الابيثيليال سيرفيسز اللي موجودات واحدة منهن بتكون السكن والثانية بتكون انسايد اوف ذا باول. اوكي؟ طيب التراكت الجزء الثاني هو عبارة عن التراكت أو فيستولا تراكت. من إيش بتكون الفيستولا تراكت؟ مين بيعرف؟ طبعا الكنال من جوا بكون covered with granulative tissue. إذن في granulation وبكون في عادة mucus bacteria pus or stool. إذا هذولا ال content of fistulas tract. أوكي؟ وبكون around the fistula عادة شو fibrous tissue formation. إذا لأنه بصير عندنا reaction due to inflammatory reaction بصير عندنا fibrosis around the fistula tract. طيب the clinical presentation of fistula شو المريض عادة بيجي بيقول لنا؟ شو منيش بيشكي؟ شاركوني يا جماعة احكوا. Discharge. إذا واحدة من ال main complaint اللي هو discharge. Discharge of what؟ هاي دهنا. ممكن الأبسس؟ يعني قصدك باس ممكن يطلع منها باس؟ إذا ممكن بس أو شو كمان ميوكس صح؟ أو ممكن بلد يطلع منها أو ميوكوبورلينت سوبستانسز. ليش؟ لأنه حكينا قبل شوي إنها فيها جرانوليتيف تيشو. ما دام في جرانوليتيف تيشو إذا بيكون عادة أنهيلثي تيشو، فممكن يصير فيها سمول نيو فيسل فورميشن وهذولا ديو تو انفكشن بصير يطلع عندنا minimal amount of blood mixed with mucus or pus or إذن عادة البيشنت بيقول دائما إنه الغيار الداخلي مش نظيف. في عندي نقطة discharge شو هي؟ مش عارف. كان عندي من الهيستوري كان عندي perianal abscess. هذول الكومون سيناريو اللي دائما منشوفهم، ولكن عادة بتكون painless ما بتكون مؤلمة الفيستولا إلا إذا صار فيها obstruction وصار عندها فيها collection of pus، فبالحالة هاي بصير painful like recurrent perianal abscess. أوكي؟ طيب ال common types of fistulas perianal fistulas مين بيعرف وين بيكونوا موجودين؟ زي like abscess. أوكي؟ ممكن تكون اللي هي حكينا انترسفنكتريك سوبرسفنكتريك اكسترسفنكتريك. اذا في عندنا اكثر من مسمى بالنسبه للبيرينال فيستولا، وعاده بنقسمهم لقسمين اكوردنج تو ذا لينث اوف التراكت. ممكن تكون هاي فيستولا اور لو فيستولا.
الهاي فيستولا بتكون الانترنال اوبننج فيري هاي مور ذان 5 6 سنتيمتر فروم ذا انال فيرج. ولكن من الكلينيكال اكزامينيشن كيف بدنا نعرف انه هاي ممكن تكون لور بيري انال فيستولا اور هاي بيري انال فيستولا؟ في حد بيعرف منكم؟ لما بنحط البيشنت باللايثوتومي بوزيشن وبدنا نعمل له كلينيكال اكزامينيشن، يعني بعد ما نشوف الاكسترنال اوبننج بنقدر نحكم عليها ممكن تكون هاي اور لو، شو الطريقه؟ حدا قري عنها؟ طيب سمعتوا بإشي اسمه جودسار رول؟ بنحط البيشنت باللايثوتومي بوزيشن، بناخذ ترانسفيرس لاين بين 3 and 9 o'clock. اوكي، اذا كانت بلو ذس لاين نعتبرها از بوستيرور، شو بتكون؟ بنرجحها انها تكون از هاي فيستولا، واذا كانت اباف بتكون لو فيستولا. عادة التراكت إذا كانت posterior بكون curved، وإذا كانت anterior أو high above عفوا فبتكون straight. في exception إذا كانت the distance between the anal verge and external opening of fistula more than 3 centimeter، بغض النظر عن the site of external opening anterior or posterior نعتبرها as high إذا كانت أكثر من 3 سنتيمتر from the anal verge. اوكي، اذا من الكلينيكال اكزامينيشن ممكن نحكم عليها انها هاي اور لو. طيب اذا كانت هاي وديفيكلت فور تريتمنت، لازم عاده نعمل لهذول المرضى نعمل لهم ام ار اي، اذا بلفيس ام ار اي حتى نشوف التراكت قديش واصل لفوق. اوكي طيب التريتمنت اوف بيري انال فيستولا كيف بدنا نعالج الموضوع؟ قلنا افتر ديفينيت دياجنوزس، حطينا ديفينيت دياجنوزس وظل عندنا كيف بدنا نعالجهم. هل ممكن ان هالفيستولا تويل هيل سبونتينيسلي او نوت؟ هذا اول سؤال. ممكن، هل من أحد يجيب؟ مش ممكن. لا دكتور. ممتاز. إذن spontaneous healing ما بصير لها عادة، ليش؟ لأنه قلنا إنه التراكت بيكون dirty وبكون في granulative tissue، ما بصير لهم spontaneous treatment spontaneous healing. طيب المود of treatment كيف نعالجهم هذول برأيكم؟ شو لازم نعمل؟ هل لازم نعمل فيستولكتومي ولا فيستولوتومي؟ يعني الفيستولوتومي معناها نفتح التراكت وننظفه، الفيستولكتومي نعمل اكسجين للفيستولا تراك كومبليتلي، شو رايكم؟ فيستولوتومي. فيستولوتومي مزبوط. اذا احنا راح نعمل فيستولوتومي وذ كوريتاج وراح ننظف الفيستولا تراك. طيب ليش نعمل هيك؟ ليش ما نعمل فيستولكتومي؟ لأنه راح يكون عندنا الموربيديتيز أكثر، ممكن نضرب السفنكترز. أوكي، فبنحاول إنه نعمل مينيمال إنفيزيف سيرجري قدر الإمكان. إذا كانت لو تايب أوف بيرينال فيستولا ممكن نعمل فيستولكتومي، أما إذا كانت هاي صعب إنه نفتح التراك أت وان شوت، عادة بنعمل له repeated operation، بنستعمل ايش اللي هو بندخل فيها خيط وبنصير لها طريقة معينة اللي هو سيتون ميثود. اذا هاي مش مطلوبة منكم هالسيارات، اما لازم نعرف انه الاهم اشي بالنسبة للتريتمنت of perineal fistula انه نعمل conservation او preservation of اللي هو السفنكتر، نحافظ على السفنكتر. هي اهم السفنكترز الاكسترنال ولا الانترنال برايكو بالنسبه للانس؟
هي أهم فيهم الانترنال والإكسترنال أو بيعمل كوموربيديتيز أكثر إذا عملنا إنجيري للإكسترنال والإنترنال. الإكسترنال الإكسترنال أوكي. إذا الإكسترنال هو اللي بيعمل عبارة عن إيش، مسؤول عن سكويزينج بريشر. أما بالنسبة لأنه فولنتري، أيوة فولنتري هذاك بيكون برضو هذاك في شوية بتساعد، ولكن بالنسبة للريست بريشر والسكويزينج بريشر، ريست بريشر مسؤول عنه الانترنال أكثر من الاكسترنال، أما السكويزينج بريشر مسؤول عنه الاكسترنال سفنكتر. أوكي إذا عملنا انجري للاكسترنال سفنكترز ممكن يصير عندنا انكونتيننس، وهاي مشكلة خطيرة. أوكي إذا لازم نكون حذرين جدا بالنسبة للموضوع. إذا هاي الطريق المشكلة الثالثة اللي هي البيريانال أبسس and it is complication اللي هي البيريانال فيستولا. إذا صرنا مناقشين كم شغلة، ثلاثة صح؟ إذا الهيمورويد والفيشر والبيريانال بيريانال أبسس and فيستولا. أوكي في another acute anal condition ممكن نلتقي فيها، هذول كليات عبارة عن surgical problem. في عندنا medical problems ممكن نواجهها، مثل شو؟ عمركم سمعتوا بإشي medical إنه بيعمل severe pain بالنسبة للأنس أو anal verge؟ إذن في عندنا مشكلة اللي هي عبارة عن proctalgia فوكاكسي، اسمها بروكتالجيا فوكاكسي. لما نقول بروكتالجيا معناته بين، بين بالنسبة لإيش؟ للريكتم، وهاي عبارة عن سيفير سبازم بصير بالريكتم and anal canal. mostly بصير عند الفيميلز أكثر من الميل، وعادة التايم أو length of contraction هذا الاسبازم اللي بصير عبارة عن few seconds to one minute، يعني ما بطول كثير. فهذا الكوز تبعه عادة unknown cause. فواحد من ال common عفوا من الكوز من ال problems اللي بصير that lead to pain اللي هي البروكتالجيا فوكاكسي. اوكي اذا هاي كمان في عندنا medical causes of anal pain، مش دائما بيكون as surgical causes. طيب شو ممكن نلاقي كمان شغلات تعمل pain بالنسبة للانس او الانال كنال، اللي هي قلنا اذا كانت below the dentate line ممكن انه يكون عندنا اللي هن tumors squamous cell carcinoma، عادة بصيب السكن والانال فيرج او الانوديرم عبارة عن سكن. اذا كان ulcerated squamous cell carcinoma at the anal verge ممكن نلاقي عندنا severe pain، ممكن يصير irritation the nerve endings ويعطينا pain. عادة هذول شو راح نلاقي عندهم؟ نلاقي ulcer formation، وعادة بيكون painful التاتش، لما بنعمل له تاتش بيكون painful او بيكون ulcerated another types of tumor اللي هن like melanoma. اذا الميلانوما ممكن تصير عندنا في الانال كنال اللون 2 سم last 2 سنتيمتر of the anal canal. اذا في ظلت عندنا مشكلة differential diagnosis between the hemorrhoid and another skin tags، وهاي لا تعتبر انها as acute problem ولكن ممكن نواجهها بالنسبة للanal examination. طيب الهيمورويد عبارة عن منقول small protrusion masses through the anal verge. في another problem أو متشابهات إشي بيشبه الهيموريد، شو ممكن يكون؟
ممكن قلنا نقول إنه skin tag وخصوصا عند الـ anal fissure وعادة بتكون solitary وجاي على الـ midline على الـ posterior midline. الشغلة الثانية اللي هي عبارة عن الكونديلوميات أكومينات عبارة عن words بتصير عند الـ patient اللي هم بيعملوا intercourse through the anus. أوكي اللي هذول عادة sexual transmission due to بابيلوما فيروسز. طيب كيف بنفرق بين الكوندوليوماتا اكوميناتا اند هيمورويد؟ اهم اشي بالنسبة للكلر، الكلر عادة بيكون بلوش ديسكالريشن بالنسبة للكوندوليوماتا اكوميناتا، ولكن بالنسبة للهيمورويد بيكون الكلر هايبر بيجمنتد تو بلاك بيكون، لانه حس اكوردنج تو ذا الريس اللي بيكون بالنسبه للكلر اوف سكن للبيشنت. عاده كمان شو بيكون بالنسبه للكوندوليوماتا اكوميناتا؟ بيكون المالتيبل وفاريبل سايز، وفي منهم بيكونوا انسايد اوف ذا انال كانال، اذا بيكونوا انسايد اوف ذا انال كانال، ولكن هناك بتكون شو outside of the anal verge. اوكي اذا هاي الشغلات المهمه اللي لازم نعرفها عن الacute anal condition والanal canal examination. طيب نيجي للPR examination وهذا مهم جدا، كيف نعمل digital rectal examination، شو الطريقه اللي لازم نعملها؟ وهاي عادة أنا abdominal examination لازم نعملها لكل مريض، إذا عملنا abdominal examination لازم نعمل digital rectal examination. شو رأيكم؟ كيف بدنا نحضر البيشنت تنعمل له digital rectal examination؟ يلا خلنا نتشارك بالموضوع هذا، لأنه هذا عبارة عن يعني physical examination ومهم نعرفه. أول شيء exposure of patient، كيف بنحط نعمل exposure للpatient؟ صدقي أنوار نايمين رشا؟ نعم دكتور. دكتور كيف نعمل اكسبوجر للبيشنت؟ الاكسبوجر للابدومين للنبل. ايوه من النبل للميدثايل. اوكي طيب ممتاز، هذا الاكسبوجر. نيجي للبوزيشن، كيف نعمل بوزيشن للبيشنت؟ لاترال ليفت لاترال قلنا. ليفت لاترال بوزيشن. طيب كيف نعمل ليفت لاترال بوزيشن؟ بس بنقول المريض نام على الليفت سايد ولا شو؟ وبعمل فليكشن للني لمستوى الشيك. اي ني؟ الرايت ولا الليفت؟ ما بعرف صراحة. الرايت عادة، احنا قلنا حطيناه على الليفت لاترال بوزيشن، اذا الليفت اللور ليمب، ليفت لور ليمب شو بكون؟ اكستندد عادي. الرايت بكون فليكست، الني بتكون فليكست على الابدومن. اوكي طيب شو خطوات الاكزامينيشن؟ اول اشي الهايجين، بعد والبرايفسي، بعد ما ناخذ فول برايفسي اند بيرميشن فروم ذا بيشنت، صح ولا لا؟ اذا بنبلش بالخطوات الاكزامينيشن، شو هن خطوات الاكزامينيشن لازم نعملهن؟ زي اي فيزيكال اكزامينيشن شو بنعمل؟ اول واحدة البرايفسي والهايجين والبيرميشن. طيب ما قلنا هنا انسبكشن اول شيء بدنا نعمل، صح؟ انسبكشن. طيب الانسبكشن عليش بدنا نركز بالانسبكشن؟ طبعا اذا في سكين تاج راح زي ما حكيت راح نلبس الجلوفز وناخذ بيرميشن وبنعمل ديسبليسمنت للبوتوكس، صح ولا لا؟
طيب شو راح عليش بدنا نركز بالانسبكشن على السكان اللي حوالين الانال؟ ممتاز. اذا بيري انال سكين غيره السفنكتر. السفنكتر باي انسبكشن نشوفها؟ لا باي بالباش ممكن البي ار اللي بيحدد السفنكتر. إذا إحنا بنشوف الأنس itself الأنال فيرج إذا في masses protrude إذا في عندنا bleeding إذا في soiling of stool أو another thing البيرينال إذا في كان فيها قلنا fistula اللي هو أوكي. إذا هاي by inspection راح نشوف الخطوة التالية after inspection شو بنعمل بالباشن. بالبيشن. طيب ممتاز. البالبيشن شو بنفعنا البالبيشن؟ منشوف الماس. إذا وين نعمل بالبيشن عادة؟ around the sphincter. Around the anal verge and over the sphincter site. صح ولا لا؟ طيب علاش بنبحث إحنا بالحالة؟ شو اللي بهمنا؟ شو اللي بندور عليه؟ عماسز حكات فيستلا فيشر. الفيشر ما بنعمل نشوفها هيك بالطريقة. إذا مندور إذا في ماسز painful ماسز وخصوصا قلنا شو بالنسبة للأبسس صح ولا لا؟ إذا في bulging وتندر وهوت بتكون عادة هاي مندور على أبسس. إذا في area تندر وفيها swelling ممكن وعند البيشن بين وحرارة والأمور هاي ممكن نفكر أول شيء إيش بالأبسس صح ولا لا؟ طيب وبعد البالبيشن أهم إشي الخطوة التالية شو نعمل؟ ديجيتال ريكتال إكزامينيشن بي آر. طيب هاي هنا أهم نقطة بالنسبة للإكزامينيشن زي ما بتعرفوا إنها أول إشي بينفول. عاداتنا وتقاليدنا أو معظم الناس بتخجل من الأمر هذا فإحنا لازم نريح نفسية المريض عندما نعمل الفحص هذا أوكي. فشو الطريقة اللي بدنا نتعامل مع المريض بدون ما نعمل له ألم بدون ما نعمل له إحراج ولا يعني نثقلها عليه كيف؟ بعد ما نأخذ البيرميشن شو لازم الجلوفز نحط على الـ على الاندكس ايش جيلي صح لوبريكيشن اوكي. طيب الخطوه التاليه راح نقول للمريض انه راح نعمل لك ديجيتال ريكتال اكزامينيشن انه شو اللي بنطلبه من المريض يعمله ديب انسبيريشن ونطمنوا ان الامور هاي بسيطه جدا اوكي. اذا هاي من الخطوات الرئيسيه اللي لازم نتعامل مع المريض فيها اوكي. وبنعمل لوبريكيشن للانال فيرج يعني بالجل لازم نحطه وين على الانال فيرج ونعمل فيري ايزي انترودكشن اوف اندكس اوكي. طيب على شو مندور احنا شو الفايندينجز اللي ممكن نلاقيها عند مريض عنده انال بروبلم. طيب اذا كان اكيوت انال كونديشن كيف راح يكون الفحص ايزي ولا ديفيكلت؟ هديل هيكون صعب عشان رح يكون في pain. Very painful. Okay. إذا بالأكيوت anal condition ال PR maneuver it is very painful ومش دائما بنقدر نعمله. Okay. إذا بالchronic problems it is more easy. بالأكيوت problem is very difficult لأنه very painful بالنسبة للpatient. Okay. طيب إذا قدرنا نعمل PR كويس شو ممكن علاش مندور إحنا؟ في هدف مزبوط ولا في عندنا تارجت بدنا نصله من وراء البي ار اكزامينيشن. ما بنعمل البي ار اكزامينيشن بس لانه حابين نعمله صح ولا لا؟ شو ممكن نلاقي عليش بندور
هذا أهم سؤال بالنسبة للموضوع. يعني بندور شو inside of the anal canal، شو ممكن اللي بنبحث عنه إحنا؟ هل الهيمورويد هل الهيمورويد بنقدر نحسه بالديجيتال إكزامينيشن؟ طبعاً لا دكتور. أوكي؟ نقدر؟ لا ما بنقدر. الهيمورويد ما بنحسه لأنه soft، أوكي؟ إلا إذا كان complicated، إلا وصار فيه thrombosis. مين اللي أنور اللي جاوبتني؟ دكتور أنا مصطفى. مصطفى أوكي، ممكن تحس الهيمورويد يا مصطفى؟ مش بيكون هم بامبس بالأنس فممكن تحسهم؟ فإحنا عادة بنشوفهم by inspection، أما palpation عادة ما بتحسه إذا كان inside of the anal canal، أوكي؟ لأنه بيكون soft وبصير كولابس مجرد ما حطيت إصبعك عليه، فبصير شو؟ كولابس بيختفي. إذن إحنا مندور على presence of masses بالأنال كانال، أوكي؟ أو lower rectum. إيش كمان؟ غير الماسز على شو بنبحث؟ راح نشوف شو راح يطلع عندنا على التيب اوف فينجر، صح ولا لا؟ شو ممكن يطلع عندنا يعني الكونتنت؟ ها بلاد بلاد. ها اذا بلاد ممكن يكون ستول، اوكي، ممكن يكون بس، اذا كل ممكن يكون ميوكس. اذا هذول الكومون ثينجز اللي ممكن نلاقيهم على فصل. انا اسف فصل معنا. اخر كلمه شو حكيناها وصلتكم؟ اللي هي الأشياء اللي هي stool و pus و blood و mucus. أوكي، إذن هذول الكومون things اللي ممكن نعمل لهن نلاقيهن inside of the anal canal. أوكي طيب، كمان منركز إذا في tenderness عادة إذا في perianal اللي هو infection pus أو إشي ممكن يصير عندنا very tenderness. أوكي طيب، بالنسبة للفشر هل ممكن نحسه إحنا by digital examination؟ عادة بالكرونيك إن الفشر ممكن نحسه لأنه راح يصير في around the fissure في عندنا fibrosis وبتكون على البوستيرور ميد لاين بالنسبة للانال فيرج حوالي 1 سنتي متر from the anodere، فهناك بتكون في عندنا palpation due to fibrosis. أوكي كمان بالبي آر ممكن بالنسبة للميل نشوف البروستيت ونأخذ عنها معلومات كافية. أوكي إذن هاي بالنسبة للديجيتال ريكتال إكزامينيشن الأمور اللي ممكن نركز عليها وضروري جدا كل بيشن نعمل له ابدومينال اكزامينيشن. اوكي دكتور تفضل. عندي سؤال، هلا بالديجيتال ريكتال اكزامينيشن ما بعطي لوكال انستيزيا؟ طبعا لا، اللي هو لانه فيري بينفول واحد تعطيه انجكشن اراوند ان الفيرج. طبعا لا، عاده احنا لما بنحط لوبريكيشن هذا بيكون عبارة عن زيلوكين جيل اللي هو عبارة عن لوكال أنستيزيا. إذا توبيكال لوكال أنستيزيا بنعمل توبيكال لوكال أنستيزيا اللي هو عبارة عن جيل، أما إنجكشن ما بصير ولا سبري ولا أي شيء. أوكي إذا لا يستعمل. طيب إحنا بنكون هيك غطينا موضوع الأكيوت إنال كونديشن. إذا في حدا عنده أي سؤال يسألني إياه قبل ما نكمل.
إذا بخطركم على بالكم أي سؤال؟ كل شيء واضح؟ هاي مصطفى. دكتور. بقول كل شيء واضح، فيش أسئلة. كل شيء واضح دكتور. آه كل شيء واضح دكتور. شرحك طيب. وافي دكتور. بارك الله فيكم. خلص نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة من مشية الله إذا صار نصيب. الله يعطيك العافية. الله يسعدك دكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يحييك وهلا بك وهلين.